ايه السحره دي كلها؟ ها؟ ده الواحد لو خد له هنا بتاع قيراطين ثلاثه كده ويسقعهم يجي بتاع 1500 سنه كده لحد ما يخش كردون مباني هتجيب ملاليم. اه والله. واحتمال تتعمل كيمباون، تتعمل فيها كيمباون. اما فين بتاع الطرق اللي بيتكلموا عليهم دول شمال يا نضار يا قطاع يا قطاع؟ شمالك ايها الاشوح، شمالك ايها الاشوح. مع السلامه عليكم. انت صباحا يا ولدي. الله يخليك. ماذا تريد؟ والله انا كنت اريد ان انا اذهب لبين الجبلين. ولكن ما الذي يدفعك للذهاب الى هذا المكان الموحش؟ يا حج يا حج يا حج ارجوك ارجوك هتوصل اليك. انا جاي على الحمار ومتمخبط في قلب الصحراء ومطبط وشمس وارض، فقول لي بقى بالراحه كده عشان خاطر انت كمان نفس داخل وعالم هيرجع تاني النفس ده تاني ولا لا. قول لي فين بين الجبلين. لهجتك غريبة، تحلى بالصبر يا ولدي، فمن واجبي أن أحذرك. يا سيدي متشكرين على التحذير، بس أنت قل لي. أنا عندما كنت في مثل عمرك كنت أحد أكبر سافكي الدماء في الحجاز كله. لا بصراحة بصراحة باين عليك إن الخربشة والحركات أوعى. لقد تبت عن الأعمال الإجرامية منذ 10 سنوات. لا بجد؟ طب وانت بتشتغل ايه دلوقتي؟ لقد قمت بفتح متجر صغير لوأد البنات. ايه وأد البنات ده؟ نقوم بدفن البنات الصغار وهم احياء لانهم عار علينا. يا سلام على التقوى والورع. لا والله والله كلك بركه يا حاج، كلك بركه. انا مش عارف اقول لك ايه، ان شاء الله كده باذن الله ربنا يكرمني واخلف كتكوته صغيره آتي بيها ليك عشان خاطر تدفنها. قول لي أبوس إيدك، أنا أروح كيف هناك عند الجبلين؟ كيف فاينة؟ إنك تأذي يا رجل وتثرثر. يا عم أنا اللي مثرثر؟ ده أنتوا اللي مثرثرين، ده أنتوا ده أنتوا مخلصين على الثراثير اللي في الجبل كلها. قول لي أبوس إيدك إذا كنت أنت موجود وكائن حي قدامي، وإذا كان في بني آدم يعني، كيف أذهب هناك عند الجبلين؟ إنني أعلم جيدا إنك لن تلاقي هناك غير أعتى المجرمين، ولذلك يجب علي أن أحذرك. يا سيدي متشكرين على التحذير، متشكرين على التحذير. قولي أنا أذهب هنيك، أذهب هنيك بين الجبلين، كيفك؟ ما دمت مصر. أيوة سوف تسير في هذا الاتجاه مسيرة يومين. أيوة. ثم تنحرف يمينا. أيوة. ثم يسارا. أيوة. ثم يمينا. أيوة. ثم يسارا. أيوة. ثم إلى أعلى ثم إلى أسفل. يلا. يلا. ثم يمينا ثم يسارا. ثم إلى أعلى ثم إلى أسفل، وهناك سوف تجد رجلا يدلك على المكان. والله لولا ان انت بابا مصر ولولا ان انت راجل كبير احطك كده عليه واقعد اعملك كده حاوي. اجري يلا اجري خش جوه يلا. لهجتك غريبة. يلا اجري بقى. لهجتك غريبة يا رجل، لهجتك غريبة، لهجتك غريبة، حفظك الله. عماه 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 مصيبة يا عماه. ماذا حدث يا هندو؟ هل حدث مكروه للمبيو؟ وأنا مرة بالصدفة على السوق قابلت جارية كليبة وعلمت منها أن كليبة وزيدون اتفق سويا الانتقام من اللمبي، وأرسلوا للأشرم من يخبره بقدومه ليأخذ حذره. خفضتك الآلهة يا لمبي. لا تقلق يا هندو، فقد يستطيع اللمبي أن يتغلب على الأشرم ورجاله. إذا نجا اللمبي من قبضة الأشرم فلن ينجو بأي حال من الأحوال، من الرمال المتحركة
وائل امبارح، وائل امبارح قتلوك غدر يا حبة القلب، ألقوا بك في شر الطريق. والله لن أحب غيرك يا لمبي، فلو قطعوني إربا إربا قلبي ما يريد غيرك. نحمل ايه؟ الراجل ده، الراجل ده عشان الخيمة ده بيسوق الخيمة ولا ايه؟ ايه المطوى فين؟ المطوى تخيل، تخيل امي فين المطوى؟ ايه يا لمبي، بالرجال في قبيله مستنياك. عشان عليك رحمه. يا خيمه ما جابتش الراجل، وتخيب فيها في الراجل نفسه بالكشك اللي قاعد ده. تعالى اعمل حاجه. طول عمر الرجل اوعى اعمل حاجه. من أنت يا رجل؟ ومن أي قبيلة أتيت؟ أنت من يا؟ أنت من كفار الرحاب ولا مدلش عينا؟ اصحى يا! كيف تجرؤ أيها الرجل أن تفعل ما فعلته بالأشرم؟ عشان أفرجك إن الأشرم في الأشرم منه، وأنا جاي النهاردة بوكس، أنا هشرم أمك النهاردة. لن تنجو بفعلتك هذه أبداً. يا بطل صياع يا بقى يا! بطل صياع تعمل لي فيها بلطجي وقطع طريق وهوب فوق وتحت والحركات دي. جالك اللمبي، اللمبي اللي لا ينزل الايجار ولا تطفي له نار، وامك في العش ولا طار يا انت مجنون؟ انا لا افهم ما تقول. اقول لك انني ابلطج عليك الان، وانت الان عبد لي، ومن حقي ان انا اقبلك من بوعك. لا لا لا، انا لست امراه وهذا كل ما املك. أيوة. ارجوك صدقني. أيوة. سعياد سعياد عليا يا ياد سعياد. بص انا هاخد بعضي ها واجيب كفار قريش هم اللي يتصرفوا معاك، وطبعا دول انت عارفهم، لو لاحظ فيهم بات من غير عشاء هيجيب مراته ويحللها وياكل هو واولاده هم يا جمل. هتفهم؟ لا لا لا، الا كفار قريش، الا كفار قريش، انهم اشرار. ما انت كمان اشر من الشريرين يا. لا لا، انا لست شريرا، ما هي الا سمعه. انا رجل صالح صالح. حسد الزبيبة الأحسن. بص ده نعمية أنها مش عارف أشوف من الزبيبة، والتقوى الله أكبر عليك. هما كلمتين ورد غطاهم، هقولهم لك في ودنك. ممكن تقترب؟ أريد. تعال تعال. انتظر لحظة، لحظة واحدة. أبويا لا تسلمني إلى آل قريش، إنهم أشرار، ارحمني أرجوك. تعال هنا، تعال تعال أرجوك، تعال أنقذني مما أنا فيه. أنا حسيبك بس هعد لحد واحد، لو لقيتك قدامي هموتك. حاضر. واديني الخاتم ده على أساس إن أنا أقولهم إن أنا قتلتك. اتفقنا؟ تفضل هذا الخاتم. تفضل تفضل. يلا خد الحبل ده. تفضل. واحد اثنين ثلاثة اجري جري. تفضل. يلا تفضل. يلا تفضل. انت لسه هنا؟ اجري، انا اجري، سأذهب ولن اعود الى مرة اخرى. المياتر والعطشان وطفي نار الجرباء.
ما أجمل الفحص والفجر. انظري إلى هند كم هي سعيدة. يا لها من حظ وافر إني أحقد عليها. وأنا أيضا. يا له من رجل شجاع. انظري إليه وإلى جماله، الصدر صدره فهد، والقلب قلب أسد، والفخذ فخذ جمل. لا تنظروا إليه، إنه رجل. إيه عمو الله، كانت فين الكبيرة دي كلها لما حدفتونا عند الأشرم هناك؟ ككبت في ده يعني إيه، فاكرني عروس النيل أنا؟ كانوا في المضارب. وما هي المضارب؟ أماكن لممارسة المجون. يا عم مجون إيه بقى وكلام فاضي؟ ده أنت اللي هتجيب لي مجون. مش كان اتفقنا؟ كان اتفقنا إن أنا أروح هناك وأموت الأشرم ده، وأدي الخاتم بتاعه دليل إن أنا قتلته. مرحى مرحى الأشرم ده لما ثبته. اللعنة عليك أيها الليمبي، طب لك ليتني أجد من يخلصني منك. ثق بأنك وجدت من يخلصك من ذلك الليمبي. ايه عمو الله، كانت فين الكبيرة دي كلها لما حدفتونا عند الأشرم هناك؟ ككبت في ده يعني ايه، فاكرني عروس النيل انا؟ كانوا في المضارب. وما هي المضارب؟ اماكن لممارسة المجون. يا عم مجون ايه بقى وكلام فاضي؟ ده انت اللي هتجيب لي مجون. مش كان اتفقنا؟ كان اتفقنا ان انا اروح هناك واموت الأشرم ده، وادي الخاتم بتاعه دليل ان انا قتلته؟ مرحى مرحى الأشرم ده لما ثبته. اللعنة عليك أيها الليمبي، طب لك ليتني أجد من يخلصني منك. ثق بأنك وجدت من يخلصك من ذلك الليمبي. يا قوم، هذا هو خاتم الأشرم. أيوة. الذي انتصر عليه الليمبي البطل. أيوة. الذي حافظ على أطفالنا ونسائنا. أيوة. وديارنا. اليوم يومك يا الليمبي، رفعت رؤوسنا. أيوة الله. وعليت مقامنا. أيوة الله. وحافظت على ديارنا. أيوة الله. مرحى 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 بيك أبو منة. أبو منة على دماغي. ربنا يخليك أبو منة حبيبي، والنبي مردود لك في فرح بنتك إن شاء الله. بص بقى، مخدرات ومية هتبقى نازلة يعني عشان كفار كفار يعني. منها على جهن. إيه يا عمو؟ إيه وإحنا هنفضل قاعدين كده ولا إيه؟ انت مش هتقوم عشان خاطر تعترف للناس دي ان انا من صلبك، ولا انا تبع الحديد والصلب؟ بلا 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 اعرف. يلا خلصنا بقى يا قوم. ايوه يا قوم، ما هو هم قاعدين. ما تخلص. الليمبي لم يعد منذ الان عبدا من العبيد، انه من صلبي وحفيدي. وحبه في قلبي مغروس، واسمه من اليوم الليمبي ابن بني مهروس. عمه عمو. لا لا بقى، قول لي بقى كنت فين عشان عايز اعرف. اخبرني قارئ الطالع. يا عمو، هو كل شويه الراجل ده طالع طالع طالع، ايه ما بينزلش ابدا. اخبرني قارئ الطالع. ايوه. انني ساحتضر يوم زفاف ابنه اخي هند، وعليك أن تسارع بطلب يدها. أيوة. ليكون يوم الاحتضار ويوم الزفاف. يوم الاحترام هو ده يوم الزفاف؟ إيه اللي بتقوله ده يا عم؟ طب يعني طب أنا يعني عايز أتجوزها بعمل إيه؟ يا قوم. سأخدمك سأخدمك. هتخدمني إيه بس؟ سأخدمك. يا قوم،
لقد طلب مني الليمبي الآن يد هند ابنة أخي، ولكنني لم أرد عليه وسأسأل هند. يا عم لن أرد عليك إيه، وأنا بكلمك في النبيض، سيبني أنا أزيع هذه الفكرة. يا كون، يا أيها الكفرة الفجرة، إنني طلبت إيد الإناثة هند وسنتزوجك. صلي إنه يشكل خطرا شديدا على آلهتنا. اسمعي، اسمعي ما ينشده من أغاني، إنه يثير علينا عبيدنا. صبرا يا زيدون، صبرا. ماذا نريد؟ نحن نريد كنز عريسة. فدعك مما تفكر به وتصرف أمامهم وكأنك سعيد وفرح لفرحهم. ايه واحد يا هن؟ امزح معك افاجئك. امزح معك افاجئك؟ نعم. اسمها بخ. بخن ابن عماه عندنا. يا مرحبا يا مرحبا. بخن ابن عماه ايه ده؟ يبقى جد 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 جدودي. تفضل بالجلوس يا لمبي، البيت بيتك. والله يا عمو انا كان بودني ان انا اقعد معاك، ولكني اتفقت مع اننا سنتنازل ونخرج سويا. احق ما يقوله اللمبي يا هند. نعم يا عماه، لقد دعاني للخروج. شايفة رأيت المياعة في الكلام؟ والله يا عماء سأخذ هنودة ونتنزنه قليلا بالخارج. أيوة طول الشباب بقى، وانت عارف بقى، وحركات بقى، والشيطان شاطر، وانت سيدي الكفرين معارف. حسن حسن حسن، ولكن لا تتأخر. ولما هذه الضحيكة؟ إنه ضحيك الخروج. لا 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 نتأخر، لأننا سنتحدث سويا أنا وهنودة على أمور الزواج. هل هي تريد سكن في صقر قريش؟ أم تريد خيمة على المحارة؟ أم تكتفي بحفرة إيجار جديد؟ ما رأيك أيها الكافر؟ الأمر أمرك، أنت الذي سيدفع. ما رأي هنودة؟ سأخبرك في نزهتنا يا لمبي. كلامها كله يميل إلى ال... هيا بنا بقى. ألا تريد من الخارج أي ذنب أأتي به إليك؟ كلا شكرا. قل، لا تنكسف ولا تنخدع، قل ما عند. ألا تريد أي معصية؟ نساء، خمور، ميسر، لا تريد شيء؟ عندي كل الذنوب. في لعنة الآلهة. هيا بنا يا هنودة كي نمرح ونفلح ونفخر. هيا بنا. صاحبتكم السلامة، ولكن لا تتأخر. شفت صوت الراجل ده؟ ينفع مؤذن، خلي بالك. يعني نتكلم عندنا البعض احنا الاثنين، بس انت مش مفسد، مش فاهم منفذك بقي. لا افهمك، ولكني سعيدة بكلامك، أليس ما تقول هذا كلام؟ كلام ما لعنك مين؟ كنت بكرع يعني ولا بتتوب؟ لحظة، تتتاوب، دعني تتثائب. تتثائب يا لمبي؟ نعم. أيوه نعم. أغثني بالله علي. يا أخي بطلوا بقى، بطلوا، ماذا فعل هذا الكلب؟ كفر بآلهتنا أيها الفارس. كفر بآلهتنا لمبي، إنه عبده. عبده؟
ماشي مشكلين عم عبده. شوف شغلك انت. هيا بينا لا تفعل ذلك. بس ما اقدر لك بقى هند. تعرف ان انا كان نفسي اخده كده على كورنيش. لمبي سخيل عم عبده. كان نفسي اخدك بقى على المقطم كده وفرجك كلمه عادي. ها واخدك على الدائره اللي تسبب بالليل انا وانت. بس واضح ان هنا مفيش خرطه الطريق. المحافظ بتاع قبيلة قريش عندكم فشل. أخفرلك لا، أنا مش نبي ولا إله. يا حرامي يا حرامي سؤاقة حرامي ده سر الشعرية بتاعتي. هي لمبي أكمل حديثك، أحب أسمعك تتكلم. طب إحنا دلوقتي بقى نريد بقى إن أنا إيه عايز أتكلم معاكي في المستفيد. ماشي عشان يبقى إيه يبقى خير في سلامة. وقولي لي إيه بقى ماذا؟ سلام في خير وقديدي خير في سلامة. حسناً فهمت. كلما تقول شيئاً يجب أن أرد لك بنفس الوزن والقافية. كلام شنيل يعني خير في سلامة وسلامة في خير. حلو عبود الوقت بقى. أنا رحت لعمه هريتة واتفقت معاه على موضوع أن هو تتزوجيني ونتزوجك بعد أنا وأنت وهو وافق. بس أنا كنت أريد أن أسمعها من أذنيك. سلامة في خير وخير في سلامة. ماذا؟ ده انت دمك تقيد ولا ايه؟ ماذا؟ هتطلع دمك تقيد ولا ايه؟ انها طرفة. ايه طرفة دي؟ مثل وع. بتهزري معايا؟ لا بس انت عسول ده انت والله. طيب حس كده بقى، انت هتتزوجيني ولا هتعملي ايه؟ كم كنت يا لمبي سعيدة عندما حررتني من أيدي زيدون اللئيم وأنقذتني من أن أكون له أمة. ونجوت من الأشرم وعدت لنا سليم. أيوة أنت هتتجوزين أنا هتتجوز الأشرم. بالطبع يا لمبي. أيوة. أو كيف أرفض يا ابن الكرام الطيبين؟ أو كيف أرفض يا ابن الحسن المحسنين؟ أو كيف أرفض 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 أه؟ ايه بنت مالك يا بنت بتعمل كده ليه؟ هذا شعر يا لمبي. والله بنت حلو قوي الكلام ده. دلوقتي بقى انا عايز اعرف النظام عندكم ايه بقى؟ عشان خاطر ايه؟ يبقى في الاتفاق كده اللي بيننا وبين بعضينا. ها؟ يبقى انا عارف ايه اللي ليا واللي عليكم. خلاص؟ عليك بشراء الخيمه وانا ساعمرها. ايوه يعني انا هجيب الحطب والميتين وانتوا تعجبوا المدافن. لا يا لمبي، كل مستلزمات العروس يحضرها العريس. انا ساعمرها، اي انني ساسكن فيها فقط. طب وليه البلطجه دي بترن؟ يا طب انا استفدت ايه من رميه الجته دي؟ الناس دعناها برشوت. طب انا مالي؟ انا لمبي لا افهمك، دعني اكمل حديثي. افضل يا ست كمال يا ست كلام. واريد ان يكون بيتنا قريبا من بيت عمي. لا تتكلكلكي لا تتكلكلكي، لانني قد اعطيت عمكي 1000 دينار من اجل تظبيط الخيمه. يعني عايز يجيب لي غاز، ها يبقى طبيعي، او بومبا، ها تكون في اذن صرفه بالخيمه كده يعني الدخله مهمه. اتقصد ليله البناء؟ ليله ايه؟ البناء. ايه البناء دي؟ الدخله. ليله ايوه هي الدخله دي اسمها الدخله على طول دي. هذا هم جدا. عارفه الدخله؟ نعم اعرف. انا كنت بتزايا مع شباب قريش وكده. كل ما اعرفه ايوه ان الزوج والزوجه ايوه يجلسوا وحدهم داخل الخيمه ايوه ويجب عليهم احضار طفل. عرف الطفل بيجي ازاي؟ لا اعرف. انا عرف الطفل بيجي ازاي، ولكني سمعت من بعض النسوه ان الزوج والزوجه يجلسوا وحدهم معا داخل الخيمة، أي الخلوة. أيوه. ثم تضع الزوجة أيوه قدم زوجها في ماء دافئ. حلو برضو الريلاكسيشن ده. ثم يأكلوا معا أكلة معينة لهذه الليلة. عارفة دي أكلة الاتفاق، حلة الاتفاق دي. تنتفخ فيها بطني. أيوه. وأنجب طفلنا. ماذا؟ تنجب الطفل إزاي؟ تنتفخ فيها بطني وأنجب طفلنا. ايوه يعني من ايه يعني؟ انت بتنفخ وتجيب العيل ازاي؟ طعام الزعرب. طعام ايه؟ طعام الزعرب ينفخني وانجب طفلنا. عمي هريسه قال لي ذلك. امه زعرب؟ نعم الزعرب، طعام زعرب ينفخ ويجيب عيل. نعم عمي هريسه، امه انجبته هكذا. انجبته هكذا؟ نعم من الزعرب ده؟ ولدت
يجيني لمبي الزهر. انت مكسوفه من ايه؟ ده احنا بنتكلم في شويه خضار. طب بص بقى، انت مش عمك هريسه جه من زهر بواحد؟ ها؟ امك جابته من زهر بواحد، انا عاجلك في بنت الدخله معايا الزهربين. لمبي ايه يا بنت؟ ده انت طلعتي انصري يا هند ان الدنيا تضحك لينا. انصري انظري انصري الى الكرم. نظرك بالكرم. اتقصد القمر يا لمبي؟ القمر. ايوه ايوه هو الكرم. القمر يا لمبي القمر. عشان الكرم انه معوج. معوج. معلش يا عمو سامحني، كان نفسي اجيب لك حاجه معايا داخل بيدي فاضيه كده، بس ما لقيتش قدامي بقى غير اصنام وبلح، وانا لا بقبل الاصنام ولا بحب البلح. يا لمبيو يا ولدي، انت الان من البيت. ايوه. ولا يجب ان تحضر اشياء معك، فانت مقبل على زواج والزواج مصاريف. طب ما احس كده بقى، ما هيا بقى وجوزني هنوده. اصبر اصبر يا ولدي حتى نسأل عنك. يا عمو انت لسه هتسأل؟ ما انت خلاص شفت الدبانة اللي في دراعي وعتقتك انت وبنت اخوك، في ايه اكتر من كده هتتعرف عليها تاني؟ لا تنطق بهذه الالفاظ امام الالهة. الالهة؟ يا راجل ده بيتباع عندنا في العتبة بخمسة جنيه وبناخد عليه حمار هدية كمان. وما هي الخمسة جنيه؟ عبارة عن دران واحد. الدران هنا ب 25 جنيه ولا بكام؟ بيعمل كده في مصر؟ بلى بلى. ولكني أصدقك القول يا ولدي. أيوه. إنني غير راض عما يفعله قومي، ولكني لست من السادة ولا أستطيع التغيير. أيوه. ولكني أعدك. أيوه. عندما أصبح من السادة سأغير أشياء كثيرة، سأمنع الخمر والميسر والأزلام، وأهدم الخيام الحمر. طب تصدق كده بقى يا عمو، انت هتبقى كده برنس. وما هو البرنس؟ فنبابة ببيع كاوي وركب. ولكني سأفعل أشياء كثيرة. سأعمل مشروعا خيريا يجعل الدين في قلوب العباد. أيوة. طب حلو ده. المهم انت في النهاية انت هتجوزني هنودة ولا مش هتجوزاني؟ لقد كنت اضحك معك، لقد سألتها ووافقت. وافقت؟ وانا هتجوزك انت؟ هي اهم حاجة توافق. هي موافقة؟ هي وافقت. طب خلاص بقى، طب سمعونا بقى زرغوطة بقى. وما هي الزرغوطة بقى؟ الزرغوطة هي عبارة عن لسان يضرب في الحلق فيخرج فحيحا. نتزوج ونجلس وحدنا يا عمه. بقول لك ايه، فهمها ان في حاجات بتحصل بعد القلع في ليله الدخله. نبات الزعرب اللي بتتكلم عليه ده مفيش كده. ازاي ده؟ هند ستدهشك في ليله الدخله. ارقصي له يا هند. انتوا كده واضح ان انتوا عندكم مفيش تربيه. البنات شارده كده واي حد. طب هل بما ان الاخلاق عندكم كده، هل تسمح لي ان اقبلها قدامك؟ خسيت تعلم بي، اتجرؤ ان تقبلها امامي؟ عندما اخرج قبلها كما تريد. ما هذه الضحيكة؟ هذه ضحيكة الدعارة. وما هي الدعارة؟ الدعارة؟ انظر يا نفسك وتتعلم. هيا بنا، يلا بنا يا بنت، تعالى اوريك الضحيك. تعالي اعتبك يا جارية الجميلة. يا حسرة على سيدي الذي خسر كل شيء، خسر هند وخسر الكنز وخسر مهابته بين الناس وفضيحته. صهن يا امرأة صهن، واللات والعزى لن أترك ثأري أبدا. أتظنين أنني أترك ثأري؟
كليبة أنا، كليبة أنا، كليبة أنا بيني وبين هذا اللمبي ثأرا لا يمحوه إلا الدم. لقد أخذ مني هند حشاشة القلب وسيعرف سر الكنز. منذ أن نزل المدينة وهو يدبر في شيء لا أعرفه، ولكن الآن أبصرته. يا لك من داهية يا كليبة، ويا لي من خبيث ماكر. خبيث ماكر، ماء من تحت رمل، لكن يجب أن نقتل اللمبي. لا، لن نقتله قبل أن أعذبه. أجل، نقتلع أظافره، أقلع عينيه من مغلطيهما، نسكب زيتا مغليا في أذنيه. لكن كيف نفعل كل ذلك دون أن يتصدى لنا من يعتبرونه بطلا بين سادة قريش؟ لا عليك بسادة قريش، فأنا كبيرهم وسأقنعهم بأن هريزة لن يقضي لهم ديونهم، وسينفق بذخ على عرس بنت أخيه من الكنز الذي يعرف سره. أيحك يا لمبي، فزت بالكنز أبو عرس هند الليلة. لا عليك، لا عليك يا زيدون، يجب أن نحضر هذا العرس ونفرح لفرحهم. ما يهمك يهمني، فأنت حبيبي وعشيقي. بص حجل هيتحل تحت رجله. ابو منى، على دماغ ابو منى اللي انت بتعمله ده، انا شايف وبصاص. يعني نفرح ان شاء الله كده يا رب كده بفرح منى، وساعتها هتتفرج على الدبايح. يا رجاله منورين. مرحبا. الله يخليك، الله يخليك. يا حاجة هريسه، ايه لما شفنا نقطه نازله ولا اي حاجه؟ الفرح الناشب ده. إني أعقد عليك، لكنني أهنئك
وأتمنى لك عيشا رغدا سعيدا مع عروسك، وأن تموت قبل أن تهنأ بها. من يريد أن أقتلك؟ نعم أريد أن أقتلك، لكن عيني هند تمنعني، عيناها تمنعني. لم نفسك يا عم زيتون، أنا مش بص مش هطول معاك عشان أنت شكلك سكران، إنما أنا ممكن أقوم أعلم عليكم بمنتهى البساطة وكده يبقى مات الكلام، إنما أنا بكرة الصبح هتفاهم معاك أما تفوق، ودلوقتي هاتوا لي حتة جبنة قديمة عشان خاطر يفوق أو يرجع على جنب الحيطة. والآن مع نزال السيوف احتفالا بعرس الليمبي. ما كنت تخلص الناس دي ده شبطانين في بعض خالص. هو عادي كده الموت ده ولا ايه؟ ولا السيوف دي اتعرف في كبده مصق مصق. قتله يا نهار اسود يا نهار اسود، وانتوا عادي كده عندكم كده بتموتوا بعض كده في الافراح بتاعتكم؟ هذه هي زيجاتنا وافراحنا يا لمبي، ويجب ان يكون هناك قتلة. قتلة؟ نعم قتلة، هذه هي تقاليد العرس. صديقتي زليخة بنت المشعر. مين؟ زليخة بنت المشعر. زليخة بنت المشعر؟ نعم. اقطعي علاقتك بيها بالاسم ده، اقطعي علاقتك بيها. مالها زليخة؟ قتل في زيجاتها 50 عبدا و20 امرأة ونعجتان. نعجتان و50 عبد ونسوان. طبعا اكيد بقى الناس دي جايه بقى ترد الواجب بقى. اللي مات له 50 جاي بقى عايز يوجب في 20 ناقصين عنده، فجاي يدبح في الخلق هنا. احنا بنعملها عندنا بفلوس الحكايه دي، ننقط، انما انتوا هنا بتغزوا. انت عارف على الشكل ده على التحيه اللي انتوا بتعملوها مع بعض والوجبات دي، يدوب فرحين. هم فرحين ومش هتلاقي حد في القبيله خالص، قريش مش هيبقى فيها غير جمال وبس. تبقى قبيله الجمال. بخن بخن. مباركا يا لمبي. مبارك 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 يا لمبي. خلاص يا جدعان، ابو ايه انتوا فلول ولا ايه؟ مبارك يا لمبي. متشكرين عم ابو لهب. يا قوم يا قوم، بكل افتخار سيدخل ابن اللمبي على ابنتهن الان. الان فين يا عم؟ انا هعمل الحكايه دي قدامهم ازاي؟ هو ايه ده الجمل بيلاقوا له دروه عشان يخش فيها؟ انت عايز تعمل الحكايه دي هنا؟ هيا يا لمبي الى خيمتنا. هيا الى خيمتنا. الله يا عم الحاج، انا هنفتحنا. مساء الخير. عاملة ايه؟ بخير. انت عارف ان انا مش مصدق انه اخيرا جت اللحظة اللي هيبقى فيها احنا الاثنين مع بعضنا البعض، ها؟ وبقى عريس اللي بقى عريس. اجل وانا ايضا لا اصدق انني عروس. للمساء هند عروس. انت تسأل ان انت تبقى عروسة، انه منا صعب عليا ان انا ابقى عريس. انا تعبت اوي انه ده في حياتي، طول عمري كنت بتعزم في الافراح بس اوجب وامشي، كنت اخش كده ابص على العريس والعروشة والمعدين في قلب الكوسة واحد عليهم، كنت اقول انت انا هتزوج انا كمان واقعد في قلب الكوسة زيهم. بس يعني
جيت اللحظة وبقينا مع بعضنا البعض. يعني ايه بقى؟ انت ايه بقى؟ كلمين انت بقى عن كده جوه نفسية يعني. خير في سلامة وسلامة في خير. سلامة ليه؟ أنا بقول لك أنت يعني خرج جوه في الحتة دي يعني من عندك يعني بعبعي يعني أنت بعبعي. ماذا تريدين أن تبعبعي؟ أجل إحساس الآن وأمس. أجل هو إحساس الآن وأمس. آه يا لمبي. أيوة هو ده شو. لقد كنت فتاة بلا قلب بلا مشاعر بلا حنين، وأتيت أنت أنرت القلب وأيقظت المشاعر وأشعلت الحنين. آه يا لمبي. يا مرة قلبت أمسية دينية كده ليه؟ يا ستة ده أنا لو عنتحن عربي مش عايز أسمع الكلام باللغة العربية ده كله. أنا أريد أن أنا أتزوجك، ألعب معاك عريس وعروسة. آه فهمتك. أيوه. ولكن هناك شروط. أنا فاهمة دي. كله بيحب أوي دي النور والمشاعل دي. النور مطفي. النور؟ أتقصد المشعل أليس كذلك؟ نعم. أتقصد المشعل؟ المشعل، أقصد المشعل. وبعد مشعل في الطوابق وبعد كده صفت اللبن. خلاص اللي جابه أمي بقى. خير في سلامة وسلامة في خير. الله ينعل أبو سلامة أبو خيرة. يا ست احنا عايزين انا وانت نظبط بعضنا البعض. لا 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 استغفر الله العظيم يا رب. تمام انت اللي منحس الليله. انت بتعيط ليه دلوقتي؟ ابكي لان لو كانت امي معي في هذا اليوم. امي كمان معانا في الليله اللي زي دي؟ لماذا؟ كانت ستبيت معنا. تبيض معنا؟ ما هي مش ناقصه الا البيض. تبيض يعني ايه تبيض معنا؟ ستبيت معنا في هذه الليلة. أيوة. وتشاهد ما نفعله وكيف نصنع طفلنا. أيوة. وفي الصباح تحكي للقبيلة كل شيء. تحكي للقبيلة كل شيء. نعم. على أساس إن هي بتنقل نهائي كأس العالم. وأمها. عيطي عيطي. وأمها. أيوة عيطي كده ويسمعوا إن في راجل جوه. أي حاجة مداري بيها عارنا اللي إحنا فيه. يا بنت اهدي يا بنت اهدي اهدي. أنا هقول لك على حاجة بس يا بنت. يجب إن أنت تهب عليا. وانا اهب عليك. لما احنا الاثنين نهب على بعض هتلاقي هباب حصل. فتبقى انتم مهباب وانا ابو هباب. خيو في سلامة. انا عدلتني ام سلامة كده. ادي امسي بقى. واعي ايه ده؟ انت دليل عرف. انا هاخد الراجل ده واقعد معاه. ماشي؟ هو ده اللي هقضي الليلة معاه.